ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية، أقامت وزارة الثقافة بالتعاون مع رابطة خريجي العلوم السياسية ندوة فكرية بعنوان الأمل بالثقافة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. الأمل بالثقافة ماذا يعني؟ يعني أنا باعتباري أستاذ قانون، فالجزئية اللي أنا بدي أحكي فيها هي معركة المصطلحات القانونية والسياسية التي مورست ضد سوريا، وكيف نحن يعني مارسنا أو قاومنا هذه المعركة أو أنجزنا فيها انتصارات بإعادة المصطلحات إلى مكانها الطبيعي وما يعني مضمونها الذي نحن نريده. الكثير من المضامين القانونية والسياسية يريد أعداءنا أن يغيروها، يغيروها في ثقافتنا، في ثقافة كل مواطن سوري. الأمل بالثقافة حقيقة، لأننا نحن اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة تصويب المصطلحات، إعادة تصويب الذي جرى، المستورد من المصطلحات، الدخيل من المصطلحات، الذي حوربنا فيه من المصطلحات التي أدت في الناتج إلى هذه الحرب وإلى هذه الدماء ضمن استراتيجية حروب الجيل الرابع الأمريكي، الحروب بالوكالة. لذلك الآن انتصرنا نحن في الجيش العربي السوري، لكن بقي أن ننتصر اليوم بالمجتمع من خلال الثقافة التي يجب أن يتمسك بها المجتمع، الثقافة الوطنية، ثقافة تعزيز الوحدة الوطنية، تعزيز التلاحم الوطني، ثقافة الهوية الجامعة، ثقافة المواطنة. هذه الثقافات التي اليوم نتمسك بها لتكون هي مركب الخلاص لنا في المرحلة القادمة، لنعلن أننا قد انتصرنا مع الجيش العربي السوري بانتصارنا القوي، وانتصرنا مع في مجتمعنا بانتصارنا الأغلى. عندما نقول أمل بالثقافي فهذا يستدعي تلقائيا ثقافة الأمل. كيف يمكن أن نبني ثقافة الأمل؟ كيف يمكن الانتقال من ثقافة الأمل إلى ثقافة اليقين؟ حتى نبني ثقافة الأمل وثقافة اليقين لابد من مواجهة الجهة المقابلة، أي ثقافة الإحباط، ثقافة اليأس، ثقافة القنوط، ثقافة التردد. هناك من يشعر يعني تلقائيا بأنه مهزوم ويريدون أن يعمموا هذا الشيء. مهمة الجيل، مهمة رجال الفكر، كما صمد رجال الجيش العربي السوري وهزموا الإرهاب التكفيري المسلح، الآن دور رجال الجيش العربي السوري رجال الفكر لهزيمة هذا الفكر الانهزامي للبناء على ما تم إنجازه. الندوة تركزت في مضمونها على أهمية الثقافة ودورها في تصويب المصطلحات وتعزيز الثقافة الوطنية والتلاحم والهوية، فهناك مواجهة فكرية مع المشروع الظلامي لتحقيق الانتصار على الإرهاب الذي لا يستأصل بالحرب وحدها بل بالثقافة والعلم.